فنانة من الوجوه الجديدة اللي تحمل معاها صوت جميل وعذب وزيها زي غيرها ممكن من الفنانات اللي مش مكتشفين موهبتها. اليوم حابين نكتشفوها مع بعض، نتعرفوا عليها ونسمع صوتها الحلو ونوصله أكيد للعالم. معنا الفنانة أكيد ضياء مفتاح. صباح الخير ضياء. صباح. كيف حالك؟ تمام ضياء؟ تمام الحمد لله. اوكي، احنا اول شيء طبعا اسفين جدا لان عارفين فرق التوقيت بين هنا وبين المغرب حوالي ساعتين، فاحنا نوضناك من النوم وصحيناك وهيك، فاول شيء سامحينا. صوتي قطع ضياء، خليك يعني خليك في النت كويس. تمام هيك قلت لك مش مشكل، مرحبتين. اهلا وسهلا بك ضياء. قبل ما نبدا احنا حوارنا معك نطلعوا نشوفوا التقرير ونرجع نكمل معك من جديد. يلا. يختلف الفن ويتنوع باختلاف المجتمعات، وانتشاره يكون مرتبط بقدرة المنتمين له على تحدي العقبات اللي تواجههم سواء الشخصية أو اجتماعية. الفن الليبي وخاصة الغناء انشهر كونه شعبي، ولكن العقبات ما زال موجودة أمام كل شخص حاب ينتشر عربيا. في أسماء وصلت وفي أسماء ما زالت تحاول، والمرأة تعاني أكثر لمحاولة الوصول لأن العقبات موجودة أمامها بشكل أكبر. لأن بعض البنات الليبيات واللي عاشوا في ليبيا استطاعوا من خلال إصرارهم أن يكونوا قاعدة جماهيرية ليهم وإن كانت بسيطة، لأن التحدي اللي خذوه للوصول لهالقاعدة أكبر وأشد من أي محاولة ثانية لأي فنان في الدول العربية. وهذا لو دل على شيء يدل على إمكانياتنا للوصول للهدف، وإن شيء غير مستحيل لو اجتهدنا وواصلنا إصرارنا. سمعنا شوية من غناء ضياء، واكيد عرفنا حتى حاله الفن ولو كانت ملخصه بطريقه ملخصه جدا في ليبيا والعقبات اللي ممكن تواجه ضياء. فبخصوص هذا الموضوع ايضا اكيد معانا من جديد ضياء مفتاح، وهي فنانه مغربيه من اصول مغربيه ولكن عاشت في ليبيا وترعرع في بنغازي بالتحديد، وعرفت وواجهت المشاكل اللي ممكن يواجهوا فيهم اغلب الفنانات الليبيات في ليبيا. خلينا نبدا معك ضياء، وشن هي بداية يعني أبرز مشكلة في البداية واجهتها أول ما عرفتي أنك أنت تغني أو أنك حابة أنك أنت تنتشري من ناحية الفن؟ يعني أول حاجة، أول أغنية كانت لي بعنوان رايقت عليك بنغازي، نزلتها في صفحات يعني مدينة بنغازي وصفحات ليبية، فواجهت مشكلة كبيرة أنه كيف أنت بنت ليبية، نحن عاداتنا محافظة، ليش تغني؟ حرام، صوت المرأة عورة، ما إلى آخره يعني. ولكن في ناس دعموني أكمل. طيب ضياء، لما انتقلتي بعد ما عشتي في بنغازي سنين طويلة وانتقلتي للمغرب، أبرز الاختلافات اللي حسيتيها ولمستيها على أرض الواقع؟ يعني من أي ناحية؟ ما فهمتي شو السؤال بالضبط. من ناحية الواقع الفني، وأنك أنت مبتدئة مثلا في الغناء. أكيد يعني مش سهل إنك تأخذ صورة أو مكانة يعني عند الجمهور أو إن الناس يتقبلوك، فضروري إنه يعني تقعد دائما تحس بفرق إن في حد أفضل منك وإنك مبتدأ، بس هذا بالنسبة لي حفزني على إني دائما نجتهد وعشان حتى أنا يكون عندي مكانة. شفنا عدد فيديوهات ليك من خلال السوشيال ميديا، واستغلتي السوشيال ميديا في عملية حتى انتشارك، يعني بدأ عندك قاعدة جماهيرية ولو كانت حتى بسيطة في ليبيا. كيف فادتك السوشيال ميديا في عملية انتشارك، وكيف كانت ردة فعل الناس عليك؟ يعني أكيد بما أن مش يعني سهل إنك توصل وسائل الإعلام، فتبدأ بالسوشيال ميديا عشان يعني تعطي روحك جمهور، وأيضا الفيديوهات بتاعك ينتشروا زي ما درت أنا. طبعا أكيد الشعب الليبي ما تقبلنيش بسهولة، فدائما تلقى في تهجمات، بس اكيد انا مش حرد عليهم، هم هلي وانا عيب فيهم يعني. فانا حتقبل كلامهم كيف ما كان.
تمام. هل فكرت انك تشاركي في برامج المواهب؟ يعني شفنا مؤخرا هالبرامج بكثرة ولا اكثر من قناة عربية، ليش ما فكرتيش تشاركي؟ خاصة سمعنا صوتك وصوتك جميل يعني. شكرا. لا شاركت في ذا فويس وكلموني على اساس تجارب الاداء، بس البرنامج حاليا فيه مشاكل فتاخر. اها تمام. شو رايك هيك تسمعينا شيء على الهواء حاليا ضياء؟ بس بالليبي. يكون ليبي. بالليبي يا ضياء. ليبي. غني لكم لنقاني مرايف عليكم، اكيد ابي اغنيه تراثيه. اه اكيد. لنقاني مرايف عليك ريدك، لنقاني مشتاق لمواعيدك، لنقاني مرايف عليك ريدك، لنقاني مشتاق لمواعيدك، مشتاق لحكاياتنا عصاب وضحكاتنا، خطواتنا له ساعة غروب الشمس، ويدي في داك ويدي في داك ويدي بيدك. ما شاء الله صوتك جميل، نتمنى لك كل التوفيق. أعمالك الجاية يعني ما شاء الله تمتلكي موهبة زي ما نقوله رائعة يعني، وصوت أكثر من رائع. أعمالك أو أفكارك الجاية بتنتشري أكثر في العالم العربي مش حتى في المغرب بس يعني. حاليا أنا عندي عمل مع الشاعر شريف الشريف، عمل حبيبي إن شاء الله بس بستايل مختلف، فنتمنى ينال إعجابكم. جميل. لو نرجع شوية للخلف ونرجع الأيام اللي كنت عايشة فيهم في بنغازي، في عدة فنانات مش ليبيات بالأصل يعني، يكونوا مثلا من مصر أو من تونس أو حتى من المغرب، قدروا أنهم هم يكونوا قاعدة جماهيرية كبيرة، وقدروا أنهم هم يوصلوا لقنوات فضائية كبيرة من خلال الجلسات، بدوا بدايتهم بالجلسات التراثية الليبية. ليش ما التحقتيش بهالمجموعات هذه؟ أنا ممكن الوقت اللي طلعت منها في ليبيا كان مزات موهبتي مش مستعد يعني اني نظهرها لحد، فكنت فهمت يعني يا دوب اكتشفت موهبتي، فصار عن الاحداث طبعا وطلعنا يعني. احكي لي من خلال من خلال معيشتك في ليبيا، ابرز ما يميز الشعب الليبي، ممكن عاده معينه او عادات وتقاليد جبت انتباهك من خلال معيشتك في بنغازي. انت سالتيني سؤال يعني مش عارف كيف اجاوبك عليه. على الليبيين كلهم ميزات وأطيب شعب ربي، يعني صراحة أنا لحم الدافي مخيرهم. أما ناس طيبين يعني مستحيل تلقي زي الليبيين والله. تسمير. أنا في السؤال هذا يراودني واجد من جماهير في المغرب، يقول لي ليش أنت تحبي الليبيين للدرجة هذه؟ في حد ما يحبش هلا؟ أكيد أكيد. أنت باعتبار انك انت عشتي ولدتي وكملتي يعني مده طويله هلبه من حياتك في ليبيا، فهذا اكيد يعتبر كانك انت قاعده في بين اهلك يعني، بدلاله ان اليوم انت موجوده معنا اليوم على الهواء في برنامج ليبي، فنعتبر فيك انت اليوم ليبيه بدرجه اولى. أكيد. لو نرجعوا لي او لو نمشوا لبعض الحفلات اللي ممكن انت دخلتي فيهم او حيتيهم، هل كانت في حفلات موجوده في ليبيا مقارنه بالمغرب؟ لا ما كانوش في حفلات في ليبيا، بس ان شاء الله نتمنى قريبا ان نكون في ليبيا ونتواصل مع كل المتابعيني اكيد ونحيي حفلات، بس انا حاليا انتظر عرض جدي عشان اكيد انا حنقبله لكل يعني شرف لي اكيد. تمام. لو قلت لك اختاري فنان ليبي وحابه انك انت تديري معاه دويت وتغنوا معاه وان شاء الله يا رب اكيد يكون ناجح، من تختاري؟ اكيد احمد السكني. احمد السكني. احمد السكني ليش؟ ايوه ليش احمد السكني بالتحديد يعني، باعتبار ان احمد السكني معروف حاليا الفتره الاخيره بالفن الشعبي الليبي، هل حابه انك انت تكوني معاه فيديو في شعبي او كفر لاغنيه مثلا معروفه؟ لا غالبا نحب نغني مع حاجه تراثيه ليبيه. طبعا السكني اكيد صوته بحه وحضور ما شاء الله، اغانيش انا من معجبينها. جميل. تمام. انت معك الجيتار بتاعك توا، واكيد حابه اغنيه هيك تسمعيها لنا تكون محذوفه مش صوت بس يعني. او صوت الاغنيه اللي يحبوها هي كذابه. يلا يلا. تبا خسرتي انا انقراني هني، شوفوا قلبي شبلاني في الفياسة تعشق ليه، يا لا 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 يا ويلو، عيفقت الهار وطار
الله غالب من دير شطار لي نبغيها ساحرت ليا شكرا ليك هلبة للأمانة. يعني هيك عم تنشوفوا بنات قدروا انهم هم يحققوا ذاتهم ولو حتى كانت بنسبة بسيطة. فعلا هذا الشيء يشرف وشيء نفتخروا به بدرجة كبيرة. يعني لو نقولوا نرجع لموضوع المواهب زي ما حكيت لك عبير وقلتي ان مثلا في مشكلة توا حاليا في البرنامج, امتى راح نشوفوك مثلا بشكل واقعي في برنامج تاني غير ذا فويس؟ يعني ممكن في برامج تانية موجودة وقادرة ان هي تتفاعل مع المشتركين بدرجة اكبر؟ اكيد في اول برامج انا ان شاء الله حقدم فيهم كلهم, مش حفلت ولا واحد. جميل. واللي قبلت فيه اكيد راح نشارك اكيد, واحنا منا اكيد كل التشجيع عليك ضياء. ضياء, ما يخفش عليك الوضع الراهن في ليبيا وكل الظروف اللي تمر بها, واكيد حتى الفنانين يتاثروا نفسيا بكل الظروف سواء كانت اجتماعيه سياسيه اقتصاديه. شنو حابه تقولي لكل الفنانات الليبيات او اللي يحبوا ان شاء الله يمارسوا مهنه الفن في المستقبل؟ أكيد أول حاجة نتمنى لهم التوفيق. ثاني حاجة, يعني رغم المعتقدات اللي عند أغلبية الشعب الليبي إن الفن ما هوش سيء لهذيك الدرجة, عشان فيه فن هابط وفيه فن يعني راقي وكلاسيك. أكيد. فأنا أتمنى منهم إنهم يعني ضياء النسة عندك بس بدأ يقطع. ضياء صوتك بدأ يقطع. يعني حاجة طبيعية, بالعكس الإنسان لما تمام. ضياء, احنا طرحنا سؤال. ايه تمام, نسمع فيك كويس. ضياء, احنا طرحنا سؤال على السوشيال ميديا, قلنا شنو هي المشاكل اللي تواجه الفنان؟ زي ما قلت لك تتمنى انهم يعني ما يعدلوش على الانتقاد. نعم, صوتك يقطع ضياء. خليني نقرأ بعض آراء الناس وناخذ رأيك فيهم. من حمزة عبد الله يقول السلام عليكم, شكرا لكم على البرنامج الحلو. المشاكل هي مشاكل قديمة للفنانين الليبي كلنا نعرفوها. أروى تقول صباحكم خيرات, المشاكل التي تواجه الفنان هي عدم توفر يعني شركات إنتاج ودعم وبرامج دعم للمواهب, وكل فنان يحاول إن هو يوصل بصوته وبطريقته أو كل موهوب. مهم هلبة هو ممكن عبير إن موضوع شركات الإنتاج وهيك حتى لو نطقوا الموضوع حتى على ضياء. يعني ضياء في بعض التعليقات قال عدم وجود أو قلة وجود شركات الإنتاج. أنت هل مشيتي لشركات إنتاج وعرضت عليهم مثلا إنهم هم يتبنوك بحيث إن ينتجولك مثلا أغنية أو ألبوم؟ خلينا نتكلم على أغنية بشكل مبدئي. يعني لا صراحة أنا مش عرضت نفسي على شركة إنتاج, فاجوني عروض الحمد لله. أها جميل. الحمد لله. بس في مشكلة, أنا في المغرب فصعب إنك تسجل, فهمت؟ عمل ليبي, فننتظر إن شاء الله لعند ما نمشي ليبيا وحنقوم بعملي كاملة إن شاء الله. كذا أي عرض أرحب بي ان شاء الله, واحنا اكيد في انتظارك. وسام يقول الوضع الراهن مؤثر على الشعب والمواطن البسيط من قله السيوله وضعف الامن والامان, فما بالك الفنان اللي يبي يحاول يبرز نفسه. هل تشوفي بان ابراز الفنان نفسه في هذا الوقت الصعب وفي زحمه الفنانين وفي يعني في عصر التكنولوجيا والسرعه والسوشيال ميديا صعب شويه؟
اكيد من الصعب شويه، صعب واجد، لان تلقى مش انت بروحك تدير في الحاجه، في مجموعه صح. ناس، فصعب انك تقنعهم انك الافضل فعلا. تمام. الزهراء تقول صباح النور، ما فيش انتاج، ما فيش ممولين للفنانين، فالله يكون في عونهم. تميم يقول الفن في ليبيا فن محدود، والفنان مش يغني ويمثل فقط، الفنان هو فنان الاخلاق وفنان يعني الروح، ويا ريت يكون عندنا فنانين اكثر يغنوا لي التراث الليبي. ما فكرتيش تديري اغنيه عن التراث الليبي؟ لا اكيد فكرت، بس زي ما قلت لك يعني صعب اني انا في المغرب ننتج اغنيه ليبيه وبلحن ليبي، فهذه حاجه مش متوفره عندنا اصلا. بالنسبه لهلبة فنانين برضو، في او بعض الفنانين نتجوا اغاني خاصه بهم او من خلال يعني تمويل ذاتي، يكون هو صح مكلف، ولكن هل هو حلم بعيد خلينا نقول اليوم على ضياء انك انت تنتجي اغنيه خاصه بك؟ لا، عندي 5 اغاني خاصين بيا، فواحدة كانت اسمها حبي كان ثاني، كلمات ليبية لحن مغربي ستايل جديد. عندي واحدة اسمها اعترف لك بالهزيمة، هذه كلمات الشاعر صلاح عبيد وتلحين مفتاح تلحين، وكانت في واحدة ثانية اسمها رايف عليك بنغازي، طبعا كلمات ماما هذينا، وفي عمل ثاني يعني ما اعتقد. تمام طبعا بس باللهجه المغربيه. تمام طبعا احنا سعيدين جدا بلقائنا معك اليوم الفنانه ضياء، وحابين نشوفوك اكثر ونسمع صوتك الحلو اكثر، ويا ريت اكيد نستنوك في ليبيا حتى ممكن تحققي حلمك وتديري دويتو مع الفنان احمد السكني. اخر كلمه حابه تقوليها ضياء؟ طبعا حبيت نشكركم على الاستضافه وعلى دعمي، ونحب نشكر كل الناس اللي كانوا معايا، منهم الفنان عيسى بن دردف، ونحب نشكر ايضا شريف الشريف، نحب نشكر ماما وبابا، هما اكثر ناس داعميني وصابرين عليا. تحياتنا اليوم اكيد، وشكرا للشعب الليبي كله على كل تعليقاتهم. شكرا لك ضياء مفتاح، اكيد فنانه من اصول مغربيه ولكن عاشت وقدرت ان هي تترعرع وقدرت ان هي توصل صوتها في ليبيا وبالتحديد في بنغازي. شكرا لك، كنت معنا عبر سكايب، وان شاء الله اكيد نتمنى انك انت توصلي لدرجات اكبر، بحيث انك انت تقدمي اعمال تكون متكامله من ناحيه صوت وصوره ومن ناحيه الحان، يعني حتى الاسماء اللي ذكرتهم زي عيسى بن دردف في عالم الراب، يعني احنا نقول او فن الراب في ليبيا معروف، هلبة احمد السكني برضه في الفن الشعبي وفي الكفر انه هو يغني اغاني خليجيه بطبع ليبي حتى هو معروف، وبرضه شريف الشريف احد الفن او احد الملحنين او برضو الناس اللي موزعين، وبرضو الناس اللي عندهم قلم جميل جدا في كتابه الاغنيه الليبيه. يعني خلينا عبد السلام بس قبل ما نطلع ونشوفوا فيديو اخير للفنانه ضياء مفتاح نقرا بعض التعليقات. حسناء الشيخ تقول المشاكل هي الانتقادات والاشاعات التي ما فيش داعي ليها لكل الفنانين اللي يواجهوا فيها وممكن اللي تحبطهم. إبراهيم يقول الدعم الدعم الدعم، كاتب كلمة الدعم أكثر من 10 مرات، فعلا عنده حق، الدعم مهم جدا. ميرو تقول صباح الخير والفل، أهم مشكلة من المشاكل من وجهة نظري هي عدم الثقة في مواهبنا كليبيين، وهذه أضخم مشكلة نشوفه فيها، لأن لو ما تقبلناش الفنان وما حسيناش به وما تقبلناش الجمهور مش حينجح. هذه فعلا عبير، احنا ممكن عندنا اي شيء جديد صعب ان احنا نتقبلوه، لكن مع فتره او مع مرور الوقت حنبدو نتقبلوه بدرجه معينه، يعني لدرجه ان احنا راح نتقبلوه بدرجه كبيره وحيبدا شيء طبيعي. ممكن شفنا هذا تحدي واجه حتى الناس اللي طلعت على السوشيال ميديا واللي معروفين باليوتيوبرز او الناس اللي انشهرت من خلال السوشيال ميديا، في البدايه واجهوا مشاكل كبيره، هل واجهوا انتقادات، واجهوا نظره المجتمع لهم بطريقه دونيه، ولكن مع مرور الوقت والمواضيع اللي يطرحوا فيها قدروا انهم يتبتوا نفسهم في المجتمع. فشميل جدا ان احنا نستمر للوصول للهدف ونستمر في اجتهادنا ومواصلتنا يعني. تمام، حنكمل باقي التعليقات. يوسف محمد يقول صباح الخير، المشاكل الفنان الليبي تتعلق بالدعم المادي والمعنوي باش يقوم بكل مهامه. شجرة الزيتون تقول الثقة بالنفس مثلا لاحظت في عدة قنوات ما يشجعوش في الفنانين. هذه كانت أغلب التعليقات، في الحقيقة ما زال في هلبة تعليقات إن شاء الله حنقروها بعد الهواء، لكن نخليكم في نهاية فقرتنا مع هذا الفيديو للفنانة ضياء. وانتظريني عدي نجوم الليل، ما تنساني عدي نجوم الليل، صوني الغيال وزيدي غيتي غياح النية.
عندي نجوم الليل صوني الغيه وزيد غيتي غيه.